الوقت ديال البرد هذا، الا بغيتو تاكلوا شي حاجه سخونه اجي نصايبوا الشعريه ديال الطفوله. وفي الطنجره كندير زويته بلديه، وانا هنايا درت البوارو، نتوما الا عندكم البصله ديروها، انا ما توفرتش ليا. كنشحرها مزيان وكنزيد لها تقطعه ديال اللحم، كتقدروا ديروا تقطعه ديال الدجاج، وتقدروا ديروها بلا لا لحم لا دجاج. كنشحرهم مزيان مزيان وكندير لهم الملحه، البزار، سكينجبير، البابريكا والخرقوم بلدي، ومعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. كنعاود نشحر داك الشيء مزيان مزيان مع بعضياته، ومن بعد كنزيد لهم من جوج حتى لثلاثه ديال المطيشات اللي كيكونوا كوكين، انا هنايا طحنتهم في الطحانه. كنعاود نشحر كلشي مزيان، وكنزيد هنايا واحد شويه ديال السمن، هذا اختياري انا، كتعجبني فيها المذاق ديال السمن. وكنرويو بالماء اللي كيكون سخون، ملي كطلع فيها الغليه وكيطيب اللحم ديالنا كنزيدو هنايا الشعريه. انا هنا الشعريه درت السفه حيت هي اللي كتعجبني فيها، كتجي رقيقه. نتوما كتكبو في الشعريه وانتوما كتخلطوا بشويه بشويه حتى تكملوا الشعريه اللي بغيتو او الكميه اللي بغيتو. من بعد كنغطي عليها وكنخليها هكا حتى كطيب. ملي كطيب كنزيد لها شويه ديال الربيع وكنبدا نسربيها. هذه كتسربه سخونه، كتجي بنينه، كتفكرني في الطفوله ملي كنت صغيره، ملي كنا كنتعشاو بها. صراحه اكله لذيذه بزاف وكتدفي. انا راه ضاربني البرد، دابا غادي نقول لكم بالصحه والراحه.